الرحمن الرحيم. يوم جديد في التاكسي في شوارع القاهرة في شوارع مصر المحروسة. هنشوف بقى ايه اللي هيحصل النهاردة. شايف تاكسيات كتير واقفة مريحة ورا في الشارع، يعني مش عارف اذا كانوا مريحين عشان ما فيش شغل ولا ده معاد راحة ولا ايه بالظبط. ما احناش معاد راحة قوي يعني، احنا لسه في اول النهار يا موسى. اتفضلي يا سيدي. مصطفى النحاس لو سمحت. اتفضلي. اتفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مصطفى النحاس عند سلمتكم الربع. حاضر. الحمد لله الشارع فاضية شوية النهاردة. مش النهاردة السبت إجازة؟ اه الدنيا إجازة الحمد لله. غير بقى يوم، غير أيام الأسبوع. الدنيا زحمة أوي. اشتروا سيراميك بقى ولا سيراميك؟ احنا معانا معاد الدكتور. رايحين للدكتور. الف سلامه. الله يسلمك. سلام سلام ان شاء الله. انتوا نازلين في يوم الاجازه بقى، حضرتك بتشتغلي ولا حاجه؟ اللهم رب المنزل. رب المنزل. طب كويس، احنا نزلنا بس عشان انا تعبانه شديد الاول. نعم نزلنا شديد الاول بس عشان انا تعبانه. سلامتك الف سلام. سلامتك الف سلام. ربنا يطمنك عليها عروسك. اللهم امين. وليها اخوات بقى؟ عندها اخوات؟ ربنا يخليهم لك. انا احنا ولد وبنت بس. ولد وبنت. حاجه جميله قوي. ابني في حقوق. في حقوق. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وانا متخرجه بقالي سنتين. بسم الله ما شاء الله. متخرجه منين؟ انا معايا بكالوريوس اخصائيه رقابه الجوده. بكالوريوس اخصائيه رقابه الجوده؟ اشتغلي دلوقتي فين بقى؟ لا انا اشتغلت يعني بعيدا تماما عن مجالي. بعيد تماما عن خالص. مفيش. انا مذيع وشغال سواق تاكسي اهو. صدق انا حاسه كده. انا حاسه كده مش عارفين. والله انا حاسه كده عادي. يا بتصور. انا حاسه مش عارفه. بتشتغلي فين ما قلتليش؟ انا بشتغل في مدرسه اللي هي البريتش انترناشونال سكول. اه مدرسه دوليه بقى. يا سيدي بس الشغل في المدرسه مريح يعني؟ هو حلو. طب بما ان انا كشفت لكم سري. والله على فكرة بقى. غير ما تكشف سرك انا شايفة ان في كاميرا قصاد حضرتك. شايفة ان في كاميرا قصاد. امشي على يمين واكمل على طول ولا ايه؟ كمل على طول. لا بص انا مش عارفة. بصي بقى يا سيدي، انت مش عارفة انا معايا، انا معايا الفريق كله، معانا فريق مساند هيقول لنا الطريق بالظبط. انا بقدم برنامج اسمه يحدث في مصر. ايوه انا يعني بي بي سي مصر. ايوه طبعا يا بتشوف حضرتك. على فكره انا قلت لها. قلت لها امتى؟ قلت لها قبل ما اركب. قلت لها لا بتهزري. والله العظيم انا عرفت حضرتك. قلت لها على فكره هو مذيع بس انا مش قادره اجيب الاسم. انا اسمي شريف حضرتك. ايوه شريف. استاذ شريف عامر. شريف عامر. ايوه صح. انا سعيده على فكره في حضرتك. انا ربنا يخليك. فوق الكوبري ولا تحت الكوبري؟ بس خليكم معايا. ايوه بابا. هو كمان بيتكلم. اه بابا كمان بيتكلم. سلم لنا على بعض. لا احنا هو بيطمن على بعض. مسيح شريف عامر ام بي سي مصر. ركبنا معايا التاكسي. ركبنا كده والله. ركبنا كده بالصدفه. هتكلموا اه مع حضرتك. اتفضل. مساء الخير يا اهلا بحضرتك. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ طب الحمد لله. انا هوصل المدام للدكتوره اهو، ما تقلقش وكل حاجه تبقى تمام. احنا بنعمل فقره كده تاكسي وبننزل نصور في الشارع مره في الاسبوع كده نشوف الناس ونقابلهم. وبعدين حظنا الطيب بقى ان احنا يعني ايه قابلنا الهانم وقابلنا بنت حضرتك. بس احنا لسه ما خدناش موافقتهم على الاذاعه يعني، ففرصه بقى ان احنا بنتكلم مع حضرتك ناخد الموافقه منك ومنها. ربنا يكرمك ويخليك. اهي البنوته معاك، اهي بنتك. انا ما تعرفتش باسمها فهي هتكلمك حالا. مي. ايوه مي. اهي مي. الاستاذه مي مع حضرتك يا استاذه. ثانيه واحده. ثانيه. الو. خدنا موافقه ختم رسمي كده. انا الشرف يا استاذ شريف. يا فندم انا اللي ليا الشرف. ربنا يكرمك.
ميرسي يا رب. ماشي يا ماما. واخبار الدنيا ايه طيب؟ وربة المنزل بتعمل ايه؟ باي باي. لا والله هو ربة المنزل واشقاها كله لبيتي واولادي وجوزي الحمد لله. اشقاها كله لبيتها وعيالها وجوزها طبعا. واعمل لهم كل حاجه ومحبش انهم يجيبوا اكل من بره. ما تجيبوش اكل من بره؟ لا ماما بس ساعات. لا لا استني استني ساعات من بره. وبعدين اليومين دول برضو الدنيا بقت غاليه. لا والله اقول لك على حاجه. مش موضوع الدنيا غاليه ولا حاجه. هي الدنيا غاليه انا معاك وكل حاجه. بس انا عشقي ان انا بعمل احب اعمل اكل بيتي. دي هوايتك بقى كمان؟ دي هوايه انا. بس ساعات بقى مثلا في يوم مثلا زهقانين وكده نقول لها تعالي نتغدى بره. كده يعني. وهي تقعد تقول لكم بقى الاكل اللي بره ده زي الاكل اللي بعمله لكم في البيت؟ طبعا. لازم الجمله دي لازم تتقال. مفيش ام ما بتقولش الجمله ده اكيد. اكتر حاجه بتشغل ربة البيت ايه بعد العيال وصحتهم ومذاكرتهم والراجل اكتر حاجه شغلاني؟ يعني انت تبقي قاعده بس بتحملي هم الاسعار، بتحملي هم اكتر حاجه بتبقي تفكري فيها بعد الحمد لله وتطمني ان كل واحد فيهم صحته كويسه وشغله تمام، ان هم يجوا يوم من الايام ويسيبوني. هم عمرهم ما هيسيبوكي اكيد. لو سيبوكي جغرافيا بس، لو سيبوكي اماكن بس عمرهم ما هيبعدوا عنك. ده اللي يمكن اللي تعبني وتعبني جامد يعني. طب ما انت سبتي والدتك ووالدتك سابت والدتها وكلنا بس سنة الدنيا يعني. ايوه سنة الحياة وكل حاجة. بس ساعات بحس اني حاجة اوفر شوية. ربنا يخليهم لك دايما. الواحد لما بيشوف عياله مبسوطين ومرتاحين طبعا الحمد لله. كمان شوية هتبقى هو ده اكتر حاجة انت عايزاها يعني، اكتر حاجة انت مبسوطة بيها اكيد. وترتاحي من دوشتهم شوية بقى وتقعدي انت وابو العيال تريحوا دماغكم شوية. لا والله بقى لا ماما عندهاش ده كده. لازم تسال علينا وتشوفنا نعمل ايه ونسوي كده يعني. طب تصدقي انا دلوقتي داخل على 50. ربنا يديك الصحه. انا ما ينفعش اخلص يوم الشغل وما اكلمش ابويا اقول له انا خلصت شغل. طبعا ايوه. وهو شايفني قبل ما ارجع البيت اكون بكلمه. لازم. وتبقى الدنيا قامت ما عادتش لو ما اتكلمتش. اقول له يا عم اصبر عليا لسه عندي شغل. هو مش شغل بس اللي على التلفزيون. يقول لي لا لازم اكلمه. فكلهم ربنا يخليهم لنا يعني كلهم كده. اللهم امين يا رب. انت مخطوبه بقى وجهزتي خلاص السيراميك جبتوه خلاص؟ لا لسه. انا قلت دول نازلين يجهزوا. لا لسه احنا بنجهز بقى انا وهي بقى. جهاز مش قليل برضه الجهاز خالص. الجهاز لا صعب شويه والاسعار. ربنا يقدركم يعني. اللهم امين يا رب. يا رب الاسعار مرتفعه جامد. فين يعني على ايامنا احنا وغير ايامهم؟ لا لا مفيش فرق. انا بس هندخل من اللي بعده عشان هنا زحمه قوي. ولا فتحت اهي؟ فتحت. اصل على فكره انا ما بحب اركب مع اي حد، بحب اخد بالي من كل حاجه. بتبقي مركزه بقى مع العربيه اكيد. طبعا اكيد. بس انت كده كسرت لنا الحكايه خالص. لان احنا كنا بنعتمد انه على الاقل اللي هيركب مش عارفني من بره. يعني يركب وياخد ويدي مع نفسه وبعدين تمام. سبحان الله انا اول مره اجي اصور هنا اصلا. يعني اول مره نيجي عباس العقاد ومدينه مصر. وبعدين مصر يعني انا بقول لحضرتك يعني بنروح لحضرتك الحي التاني. لقيت حضرتك بتقول لي اركبوا اركبوا اركبوا. انا بصيت لحضرتك كده قلت اوكي ماشي. طب هو سواق تاكسي يا جماعه ما هنعمل ايه طيب؟ هو المفروض سواق تاكسي يركب اي حد ويركب الناس. مش هركبك على مزاجي، هركبك على مزاجك. عشان كده مش شغالين. ايوه صح والله. ساعات كتير بنوقف يقول لنا لا انا مش رايح المكان ده. مش المكان ده ايه ده؟ انا سايق دلوقتي وسط 3-4 تاكسيات كلنا بنتنشق على زبون. ده انا بلف بصباحات ربنا حضراتكم تاني حد تاني توصيله تركب معايا والله. والله. طب اقول لحضرتك حاجه. المفروض الناس تركب وتشتغل ويبقى في. ايوه طبعا يعني. طب انا ابني في كليه حقوق في سنه ثالثه. ايوه والله. لو اقول لحضرتك ان هو بيجمع البلاستيكات لوحدها. وبيجمع الكنزات لوحدها. بيعمل موضوع ريسايكل ده. فانا فجيت في مره بقول له ايه، بقول له ايه انت بتعمله كده؟ ده ايه الزباله دي؟ قال لي مين قال لك دي زباله يا ماما؟ دي حاجات بتجيب فلوس. دي فلوس يا ماما. بسم الله ما شاء الله عليه. وابني ده الحمد لله مع بطوله الجمهوريه في الكاراتيه. بسم الله ما شاء الله. يعني انا برضو مش حاجات ربه منزل ولا حاجه. لا مصحصح لهم بقى. لا. وتقسيم وقت وتدريب ورايح وجاي. انا كنت باخده. وكنت هو الاستاذ سعيد بيشتغل ايه في اي مجال؟ سعيد شغال في شركه في مدينه نصر. شركه في مدينه نصر. الحمد لله.
هو الاستاذ سعيد برضه متابعك اهو عمال يكلمك وطبع. وانا والله ما اكذبش عليك انا من غير جوزي فعلا ما اسويش. ربنا يخليكم لبعض. اللهم امين. طب وانت بتتفرجي على التلفزيون يا مي ولا كله اونلاين بقى؟ لا لا بتفرج برضه. ها بتفرج. بتفرجي الشباب الصغير الجديد كله بقى التليفونات وال لا بس والباد وبتاع مسلسلات مثلا كده اتفرج برامج كده. وعلى الموبايل ده اكيد كله قاعد على الموبايل ده اكيد موبايل بتقعد على الموبايل كتير. هي لا ساعات لا ساعات وساعات يعني بس بالليل لازم ده حاجه اكيد. ده يا بنتي بالليل ده اللي بيطير ده التليفونات دي ايه اللي بتطير النوم من عين الواحد. نشوف كده ايه اللي حصل وشوفي بقى اخر النهار بقى اخر يوم تشوفي ايه اللي بيحصل. ايوه. وماما عملت اكونت على الفيسبوك. عملت لها عملت لك فيسبوك كمان. طب وانت يا مي بقى تعليقات ماما على الفيسبوك بتبقى اخبارها ايه معاك؟ لا جميلة. لا تنكري. جميلة. تقدر تقول غير كده؟ ما ينفعش تقول غير كده. لا لا خالص. كله دلوقتي مكشوف قدام كله. الأمهات شايفين البنات والبنات شايفين الأمهات والأبهات شايفين العيال. بس على فكرة رغم إن هو حاجة كويسة بس برضه ساعات بعكس مش حلو يعني في ناس بتاخده مش حلو. ليه بقى؟ في ناس يعني في ناس اعرفها وبتاع يعني اتعرفوا على ناس وسابوا مراتهم واهلهم ويعني بيخرب بيوت يعني. ايوه بيخرب بيوت كتير عندك حق. بس دي قله عقل. بس انا عندي ناس كتير اعرفها وكده يعني. هو هنا؟ تقريبا. لا 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 ثانيه واحده. وايه العلامه بتاعته هنا؟ هو اللي ورانا ده على طول. خلاص عند العربيه الحمراء. ده العربية الحمراء. انا سعيدة جدا بحضرتك. انا اتشرفت بحضرتك وان شاء الله تطمني وكل حاجة تبقى خير ان شاء الله. ان شاء الله. مع السلامة يا استاذ مي. مع السلامة يا استاذ مي. ربنا يخليها لك. يوم الثلاثة ان شاء الله. يعني يا الثلاثة يا الاربعة. فقرة التاكسي تبقى يا الثلاثة يا الاربعة. اتشرفت بيكم. واحنا كمان جدا. السلامة ان شاء الله. اتفضلي يا استاذ مي. مع السلامة. اتفضلي. انتم موافقين صح؟ لا موافقين. الحمد لله. يلا مع السلامة. على مهلك. صح وما يمكن يشاوروا عنهم. تفضلي يا ستي. عليكم السلام. تفضلي يا استاذ شريف. تفضلي فن. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ شريف. عليكم السلام. ازيك؟ الحمد لله. رايحه فين الاول؟ راحة 42 شارع احمد فخري. راحة 42 شارع احمد فخري. عارفه الطريق؟ لا هنعرفه لو انت ما تقلقيش. هو احمد شريف. فخري. ايه ده انت شغال سواق تاكسي؟ شغال سواق تاكسي. مش حضرتك المذيع؟ ما بهركش والله. طب ايه اللي يمنع ان المذيع يشتغل شويه سواق تاكسي؟ ايه ده انت بتهزر؟ لا والنبي بجد. ولا دي كاميرا خفيه ولا ايه؟ لا ولا كاميرا خفيه ولا حاجه. الكاميرات كلها باينه قدام يعني كده. هي دي كاميرات؟ طب ايه اللي عمل فيك كده؟ ليه شغال سواق تاكسي؟ ليه شغال سواق تاكسي؟ طب ايه المشكله ان انا شغال سواق تاكسي؟ سبحان الله. ها؟ مع ان يعني قيادتي السواقه يا ستي. الناس بتقول عليكم بسم الله ما شاء الله يعني معانا فلوس كتير. ها؟ نهبين البلد. يا خبر ابيض نهبين مره واحده. والله العظيم. لا والله ولا نهبين ولا حاجه. الزع اللي بيطلع ده ياخد 90 مليون الف جنيه. ايوه صح. شايفين واخد كام؟ شايفين سبحان الله. سبحان الله سبحان الله. انا انا خدتك بالشبه. اديني شغال سواق تاكسي في الاخر. ربنا يصلح حالنا وحالك. ربنا يصلح حال الجميع. تشتغل انت بقى بالمناسبه؟ بشتغل. بتشتغل ايه بقى؟ بشتغل مساعد تمريض. مساعد تمريض؟ مسنين. ايوه مسنين. طب ده انت ده شغل وثواب. الحمد لله. صح؟ ما اعرفش اشتغل غيرها. الحمد لله ما دام بتشتغلي شغلانتك صح وكويس ربنا يرزقك تاني ويكرمك. الحمد لله. الشغل مع الناس الكبيره بيبقى حلو. وبعدين لما بتشتغل مع ناس مريضه كمان بتحاول تقرب من ربنا على قد ما تقدر لانك شايف حاجات غيرك مش شايفها. طبعا ان الانسان فينا ربنا سبحانه وتعالى شايف اللي هو رايح له وعمره ما يفكر فيه. مبتليه بالظبط. شايف ناس مبتليه قدامك وفلوسها مش قادره مش قادره تستمتع بيها. لا فلوسها مش قادره تمنع عنها الالم. تمنع عنها الالم. مظبوط. بس ايه ده ده في حد بيصور. انت بتهزر؟ بقول لك بيصوروا. امال الكاميرات دي كلها بتعمل ايه؟
انا بس انا هفهمك على حاجه. انا عايز افهم في ايه. ها انا بقبض، بما انك بتتكلمي على المذيعين بقى واللي بياخدوا فلوس. انا بقبض عن شغلي كمذيع. كويس. وجزء من شغلي كمذيع ان حضرتك لما يبقى عندك وقت وتبقى قاعده تتفرج على التلفزيون ما تقعديش تقولي ايه هم قاعدين في الاستوديوهات ما بيخرجوش منها. فالمذيع نزل عمل سواق تاكس وبيقابل الناس ويشوف هم رايحين فين وجايين منين ويتكلم معاهم ويشوف ايه اللي اهمهم ويشوف همومهم ويشوف افراحهم. ست طيبه كده كانت محترمه جدا، هي كانت معانا هي وبنتها نازله رايحه للدكتور وبتحكي لك على بنتها وهي مبسوطه بيها. بنتعلم من بعض يعني. لا ليه كده ده؟ بس وانت ست بتقول دلوقتي ضرر، انت دلوقتي بتقول لنا كلام عن مجال وعن مرحله من العمر محدش بيشوفها. طبعا الناس اللي معاها فدي فرصه ان الناس تسمع الكلام اللي الناس اللي معاها فلوس و... سبحان الله يعني ربنا مبتلاها بامراض ما هياش ما تنفعهمش الفلوس في حاجه. مش ما هياش عند الناس اللي يعني اللي محتاجين الفلوس دي اللي ظروفها على قدها وصحتها كويسه. بالظبط بالظبط. عشان كده الصحه ملهاش ثمن. بالظبط. الصحه تعتبر ايه يعني؟ يعتبر المرض هو اللي بيذل. صح. لان ابسط الامور البني ادم ان هو ما يبقاش قادر يقوم بمهامه اليوميه. ان هو ابسط الامور ابسط حاجه قوي ما يعرفش يدخل يخرج من الحمام. بس دي ايه اهم حاجه لما الناس تبقى شايفاكي وسامعاكي دلوقتي؟ ايه اهم حاجه تقوليها للي بيتعامل مع، مش لازم يبقى مريض، بس للي بيتعامل مع حد سنه كبير سواء مريض او مش مريض؟ بص هقول لك اهم نصيحه من كتر تعاملك معاه. النصيحه انك ايه، عامل الكبير يعني باحترام وعامله لوجه الله، مش عايز منه حاجه. اما بالنسبه للمريض عموما انت ما تعلمش ربنا كاتب لك ايه في كبرك او الصغر. المرض ملوش دعوه لا كبير لا كبير ولا صغير. احنا على طول بالظبط. فهي الرحمه مش اكتر من كده. والرحمه قبل المال وقبل الماده وقبل الشغل. لان دعوته هو ما بين ايدي الله، دعوته مستجابه باذن الله. ربنا يقدرك. اللهم امين. والله الواحد مبسوط انه قابلك النهارده يا ست. ربنا يشرف. ربنا هيكرمك والله. انا اتفرجي على الحلقه بقى. هي تيجي امتى؟ ها هتيجي؟ انت موافقه طبعا؟ الحمد لله يعني واضح موافقه ان انا ازعها. لا مفيش مشكله. طب الحمد لله مفيش مشكله. احنا ما ينفعش نسيب حاجه الا بموافقه اصحابها. لا 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 مفيش مشكله. ده كل شيء نصيب ومكتوب ان انا اقابل حضرتك في اللحظه دي. لا مكتوب لنا واحنا متشرفين يعني. انا متشرف والله. ربنا متشرف على راسي ان انا قابلت. ربنا يكرمك. احنا على طول كنا شغالين في حته ثانيه، مناطق تانية بقى لنا كام اسبوع. ايوه. وبعدين النهارده قلنا نروح حته جديده بقى. لا هو قدر ربنا يعني. ربنا مسبب الاسباب ان احنا نتقابل. سبحان الله يعني. صحيح. وصحيح دلوقتي اللي هيسمع الكلمتين اللي انت قلتيهم دول هيأثروا في واحد في اصل اتنين، هقول لك في حاجه. المال ما بيمنعش الم. صح. وطول ما الانسان يعني بيتحرى الحلال وبيتحرى الصح وبيبعد عن الغلط هتلاقي ربنا يسترها معاه في كل حاجه في حياته. صح ونعم بالله. بس طيب احنا دلوقتي هنا في 48. خلاص نزلني بقى وانا هتصرف. استنى انا اقول لك. بس والله ابدا. ها وده 44 يبقى 42 اللي بعدها. جزاك الله خير. شفتي بقى حد باب البيت اهو. حد التوصيل. حسابك كام بقى؟ ربنا مسهلها لك اهو. الله يسترها. مسهلها لك بقى ان انت جيتي ببلاش كمان. نورتينا يا ست ابتسام. جزاك الله. شكرا جزيلا. هتتعاد امتى؟ هتتقل الحلقه دي؟ ان شاء الله يا اما يوم الثلاثاء يا اما يوم الاربعاء باذن الله. جاي ان شاء الله. سلام حضرتك. شرف لينا انك تتابعين. تسلم. مع السلامه. توصلي بالسلامه. مع السلامه.